النهارده هتنطلق مباريات الاسبوع ال11 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، مباريات صعبه. الاهلي يلتقي ببيراميدز في لقاء ليه طبيعه خاصه جدا منذ سنوات، والزمالك بيتعلق الصداره بفارق الاهداف عن الاهلي واللي هيقابل اسوان، والمصري بقياده حسام حسن عنده لقاء مهم جدا امام الداخليه. خلونا نحلل التفاصيل اكتر. معانا في الاستوديو الاستاذ محمد مهدي ناقد رياضي، اهلا بيك يا مهدي. اهلا بيك يا مسند. صباح الخير. صباح الخير يا محمد. خلينا نبتدي الاول بالمباراه اللي كمان الساعه 3 تقريبا، 3 الا ربع، 3 الا ربع، مباراه الزمالك واسوان. شايف المباراه ازاي؟ هتبقى ازاي؟ خلينا نقول ان المباراه صعبه. اسوان عامل نتائج ممتازه مع كابتن ايمن الرمادي، يعني منذ توليه المسؤوليه كان بداوا بدايه سيئه جدا، يعني مع كابتن ربيع ياسين موف يعني ما كانش فيه توفيق بشكل كبير، خساره 3 مباريات متتاليه، ثم تم التعاقد مع كابتن ايمن الرمادي، خساره في اول مباراه، ولكن انه 4 انتصارات متتاليه. اسوان عنده 12 نقطه في الدوري الممتاز حاليا، واعتقد انه ده انجاز كبير جدا، خصوصا انه يعني العناصر اللي موجوده مش اسماء كبيره، حتى انه الاداره بتتكلم في انه اعلى راتب في اعلى عقد في اسوان بيتكلم في 800,000 جنيه، وده اعتقد من اقل عقود الدوري الممتاز، فبالتالي انه اسوان لما يوصل للمرحله دي، وبنشوف حتى ماتشاتهم من يعني من احلى الماتشات في الدوري الممتاز، بنشوف حماس ورغبه. الماتش اللي فات يعني كسبانين المصري البورسعيدي في الدقيقه 9 او 10 من الوقت بدل الضايع بضربه جزاء لايفونا، فبالتالي انه لا ماتش مش سهل. الناس تتخيل انه اسوان فرقه سهله في الدوري الممتاز، لا، اسوان السنه دي فرقه ممتازه معاها مدرب كبير جدا كابتن ايمن الرمادي، عندها لعيبه لديهم بعض الخبرات، وعندهم لعيبه شباب، وعندهم حماس وقتال في الملعب، فبالتالي المباراه مش هتبقى سهله على نادي الزمالك. نادي الزمالك في المقابل عايز يحافظ على الصداره، عايز يحافظ على فرق الاهداف مع النادي الاهلي، يعني ينتظر هديه من مثلا من بيراميدز في المساء انه يفوز على اسوان، وبيراميدز يعني يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، فبالتالي انه يعتلي الصداره بفرق النقاط وليس الاهداف، فبالتالي انه نادي الزمالك مكمل في طريقه، واعتقد انه هيبقى ماتش يعني صعب على الفرقتين، ولكن الدوافع كبيره جدا عند نادي الزمالك، شايفين الفتره اللي فاتت انه في استقرار اداري واستقرار فني بشكل كبير جدا، شايفين حتى التفاف جماهيري كبير جدا من جمهور نادي الزمالك حوالين الفريق، بنشوف انه اعداد كبيره جدا بتحضر في الماتشات، امبارح ناس كتير، عدد كبير من جمهور الزمالك بيسافر لاسوان ويعني يبقى متواجد ويؤازر الفريق من ارض الملعب، فبالتالي دي كلها عوامل بتساعد لعيبه نادي الزمالك انها تطلع احسن ما عندها. شفنا الماتش اللي فات، ماتش الاسماعيلي، الزمالك بيتاخر بهدف مبكر، ولكن قدر ان هو يرجع تاني المباراه ويسجل 3 اهداف في الشوط الاولاني. الشوط الثاني الموضوع خلاص بقى، كان الموضوع اتحسم، ولكن لا، الدوافع عند نادي الزمالك كبيره للاستقرار اللي احنا اتكلمنا فيه، للالتفاف الجماهيري، للدعم، للمؤازره، كل ده، فاعتقد انه ماتش مش سهل على الزمالك وعلى اسوان، ولكن اعتقد انه يعني تاريخيا والاسماء وكل حاجه انه نادي الزمالك الاقرب للفوز على اسوان النهارده. يعني الناس مستغربه قوي من توقيت المباراه. مش استغراب، لانه هو يعني ملعب اسوان بيتلعب عليه الماتشات بالنهار، فبالتالي انه يعني حتى القرار اللي طلع من رابطه الانديه انه الماتشات اخرها الساعه 7، اللي هي الماتشات 3 5 7، فبالتالي انه كل الفرق هتلعب في التوقيت ده، يعني مش الزمالك بس، لا، كل الفرق هتلاقيها لعبت في توقيت 3 الا ربع. اسوان ما بتلعبش ماتشاتها بالليل، بتلعب ماتشاتها بالنهار، فبالتالي انه الماتش في اسوان فالزمالك هيلعب 3 الا ربع، ولكن يعني في الماتش لما يتلعب في القاهره الزمالك واسوان هتلاقي الماتش بتلعب الساعه 7، ولكن الثلاث مواعيد اللي تم تحديدهم هم 3 الا ربع و5 و7، كل الفرق الدوري الممتاز هتلعب في الثلاث توقيتات يعني. هل سفر جمهور نادي الزمالك لاسوان هيكون دافع ليهم ان هم يعملوا احسن وادائهم يبقى احسن؟ بالظبط، وخلي بالك انه مش سفر الزمالك كمان جمهور الزمالك لاسوان بس، احنا بنشوف انه يعني منذ الموسم الماضي كمان انه كل مباريات نادي الزمالك في دعم جماهيري كبير جدا ومؤازره كبيره جدا من جمهور نادي الزمالك، متواجد بكثافه مع التشجيع مع المؤازره، حتى بنشوف ده يعني بينطبق على اللعيبه، او انه اللعيبه بتاخد بالها انه اول ما تنتهي المباراه لعيبه نادي الزمالك كلها بتجمع نفسها وبتروح لتحيي جمهور نادي الزمالك، فبالتالي انه في حاله اعتقد انه ده جزء كبير من يعني فوز الزمالك بالدوري الموسمين متتالي، فوزه بكاس مصر، الالتفاف الجماهيري، صحيح، الدعم الجماهيري، المؤازره الجماهيريه، فبالتالي انه يعني السيزون اللي فات شفنا ماتش الجونه كان عدد كبير جدا من جمهور نادي الزمالك، كل الماتشات ما فيش ماتش انه لقينا عدد قليل من جمهور نادي الزمالك، لا، كل الماتشات موجودين وبيشجعوا من اول دقيقه لاخر دقيقه، دعم ومؤازره للاعبين، ده طبعا يعني ده اللي بيخلي اداء لعيبه نادي الزمالك ان هي فايقه طول الوقت في المباراه، لانه في جمهور بيشجعهم بيلف وراهم زي ما بيقولوا كده محافظات مصر كلها في كل الاستادات، فبالتالي بيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك، ودي الازمه اللي عند النادي الاهلي، وكان السويسري كولر مدير فني النادي الاهلي كان اتكلم انه اعداد يعني الحضور الجماهير لجمهور النادي الاهلي قليل، هو اللي مؤثر في اداء اللاعبين يعني.
طيب هل تتوقع انه في مباراه الاهلي القادمه الجماهير تكون موجوده؟ اعتقد النهارده انه يعني في قرارات طبعا اتخذت. الاهلي كان بيلعب في السلام، تم نقل المباراه الى استاد القاهره، فبالتالي انه حصل بعد الشكوى من الجهاز الفني او من اللاعبين انه لا المشوار بعيد على جمهور الاهلي، فما بيقدرش. رغم ان هو دي مبررات، ما اعتقدش انه يعني المشوار من السلام للقاهره بعيد قوي، جماهير نادي الزمالك بالظبط بتروح اسوان وبتروح الجونه، وهتشوف النهارده في اسوان هتلاقي عدد كبير جدا من جمهور نادي الزمالك، ولكن هي يعني مبرر انت بتمشي وراه كاداره او كجهاز فني لحد ما تشوف المشكله فين، كحجه يعني. مثلا فتبطل هذه الحجه بالظبط فبالتالي انك انت عملت اول جزء من الـ من الـ من الحجه اللي عندك انه لا اللعب مش مرتاحه في الملعب ده، فاحنا هننتقل لملعب ثاني هو استاد القاهره. النادي الاهلي خد موافقه ان هو يلعب الماتش بتاع بيراميدز على استاد القاهره، وخد موافقه امنيه وموافقه رابطه الانديه والى اخره، وتم خلاص حسم الامور. حتى انه نادي بيراميدز طلع بيان اعترض على نقل المباراه انه يعني مخالف للائحه، ولكن طبعا كان جوابهم الصواب لانه بيان خاطئ جدا، لانه الاهلي من حقه ان هو يعني ينقل مباراه، لانه كل نادي بيحدد ملعب اساسي وملعب بديل، فبالتالي انه الاهلي كان محدد استاد السلام هو ملعب اساسي واستاد القاهره ملعب بديل، فاعتقد انه ده هيفرق النهارده، هيحدد عدد جمهور النادي الاهلي في المباراه، هيفرق بشكل كبير. لو العدد كبير جمهور النادي الاهلي اعتقد انه من الايام القادمه او الماتشات القادمه اعتقد النادي الاهلي هيمشي ياخد خطوات انه ينقل كل ماتشاته لاستاد القاهره يعني. لكن في الحاله دي مارسيل كولر ملوش حاجه، الجماهير جت والملعب اتغير، فبالتالي احنا الاهلي مطالب ان هو يكون اداؤه كويس في الملعب، حتى مش مجرد ان هو يفوز بس. هو بعيدا حتى عن الجمهور وبعيدا عن كولر، النادي الاهلي طبيعي لازم يبقى اداؤه كويس، لان انت بتتكلم في ان انت النادي الاهلي ليك موسمين متتاليين بتخسر الدوري الممتاز لصالح يعني الغريم التقليدي نادي الزمالك، فبالتالي صعب جدا انك انت تخسر السيزون الثالث يعني او الموسم الثالث على التوالي يعني. بتكلم في انه حتى اداء النادي الاهلي من بدايه السيزون حتى الان متذبذب بعض الشيء يعني يعني حتى تعادلين ورا بعض مع سموحه ومع سيراميكا يعني بصعوبه، وفوز بصعوبه على فاركو يعني بجون في الدقيقه 7 من الوقت بدل الضائع، فبالتالي انه الاداء فنيا مع النادي الاهلي يعني صعب جدا، انه جمهور الاهلي مش هيقدر يستحمل كل ده. عندك بعض العناصر غيابات، عندك انه ما كانش فيه تدعيمات بشكل كبير جدا، ولكن كل ده ما يعفقش انك انت من ادائك في الملعب. احنا شفنا نادي الزمالك السيزون اللي فات بياخد الدوري هو يعني ما كانش مكمل 11 لاعب، كان بيستعان ببعض الناشئين لانه كان موقوف قيده يعني. بالتالي انت كنادي اهلي عملت صفقات في الفتره الصيفيه، كمان عملت صفقات كمان في الانتقالات الشتويه. لكن خليني اقف عند نقطه، انت لسه قايلها دلوقتي، في ظل الغيابات في اصابات كتير للنادي الاهلي في لعيب عند لعيبه النادي الاهلي، فيعمل ايه؟ عبد القادر مش موجود النهارده طبعا، اكرم توفيق صليبي مش موجود شبير. يعني يرجع بالسلامه، مصطفى شوبير يعني احتياطي مش بشكل اساسي يعني. فبالتالي انه القوام بتاع النادي الاهلي موجود، وبالتالي البدلاء كمان على يعني على اعتقد على مستوى الاهلي 24 نقطه النهارده، والبيراميدز 20 نقطه فقط، فهل في النهارده يعني هنقدر نقول اللعيبه عندهم هدف ان هم لا يعني تمام احنا تمام يعني ولا ايه؟ ماتشات الاهلي وبيراميدز هي مش بالنقاط يعني، مش معنى ان بيراميدز عنده 20 نقطه والاهلي 24 فبالتالي انه الماتش صعب. لا، حتى لو بيراميدز عنده نقطتين والاهلي عنده 30 هو الماتش صعب، لانه في حساسيه واضحه في ماتشات الاهلي وبيراميدز. خلينا نتكلم بصراحه يعني انه لا يعني لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيعتبر ان ماتش بيراميدز هو ماتش نهائي او يعني بقى يعني اشرس واصعب من ماتشات الزمالك يعني. مظبوط. فبالتالي انه بعيدا عن النقاط، بيراميدز ماشي كويس في الدوري، تعثر امام الداخليه ثم يعني استفاق وفاز على الاتحاد السكندري بثلاثيه نظيفه. لعيبه بيراميدز كمان بتاخد تحدي، لانه يعني ثلاث اربع لاعبين من بيراميدز جم من النادي الاهلي لبيراميدز، فبالتالي في ظل الحساسيه اللي موجوده لا ماتش صعب جدا على بيراميدز وعلى النادي الاهلي، صعوبته اكتر على النادي الاهلي مش على بيراميدز، لانه بيراميدز مش هو مش نادي جماهيري، فبالتالي انه فاز او كسب يعني ما عندوش مشكله كبيره جدا يعني في القصه انه يبقى في ضغط كبير على لاعيبه نادي بيراميدز، هو الضغط بس على انه الحساسيه بتاعت انه رمضان صبحي انتقل من النادي الاهلي الى بيراميدز، ففي يعني هجوم جماهيري عليه، فيبقى في بعض الحساسيه. عبد الله السعيد نفس القصه، وفي مفاوضات مع الزمالك انه يروح الزمالك، فبالتالي في بعض الحساسيه من اللاعبين نفسهم، ولكن انه على ارض الواقع إذا خسر بيراميدز من النادي الأهلي مش هتبقى مشكلة كبيرة يعني، ولكن إذا خسر النادي الأهلي النهارده من بيراميدز لا مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي. بتتكلم في أربع ماتشات متتالية لعيبة النادي الأهلي بتتعادل ماتشين وبتكسب ماتش على فرقه بصعوبة ثم تخسر من بيراميدز، جمهور النادي الأهلي عنده إنك أنت تخسر من أي حد من ال 18 نادي وما تخسرش من بره. فبالتالي الأزمة الأكبر عند لعيبة النادي الأهلي، عند الجهاز الفني للنادي الأهلي عايز يستعيد الثقة، انه كان بيتكلم في حجه الجمهور فلا الجمهور متواجد بكثافه، كان بيتكلم في حجه الملعب تم تغيير الملعب، بيتكلم في انه ماتش حماسي
تماسي وماتش يعني صعب امام بيراميدز، فبالتالي قدامك الملعب الفوز بيدي النادي الاهلي دفعه كبيره جدا انه خلاص تخطى عقبه بيراميدز، يتصدر الدوري اذا حصل اي تعثر الى نادي الزمالك، او يعني يبقى مع نادي الزمالك في الفرق في الاهداف ويكمل مسيرته النادي الاهلي في الفترات القادمه. ولكن الخساره صعبه جدا على النادي الاهلي النهارده، ما اعتقدش انه لعيبه النادي الاهلي لو خسروا النهارده من بيراميدز يعني جزء كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي مش هيكمل مع النادي الاهلي اعتقد يعني. دي حاجه مهمه جدا بشكل كبير جدا لو جمهور النادي الاهلي يعني بيعتبر وارد انه ماتش بيراميدز ده انه نهائي كاس عالم زي ما بيقولوا يعني. اداره النادي الاهلي نفس القصه بتتعامل مع الماتش انه لا يعني في حال خساره وارد ان هي تستغنى عن اللعيبه خساره ولا ده قرار اساسا مسبق لا هو في قرار مسبق انه بنهايه الموسم في تصفيه كبيره جدا لعدد من لاعبي النادي الاهلي، وفي دعم كبير انه بيتكلموا في 5 أو 6 صفقات في انتقالات يناير، وبالتالي انه في عدد اكبر في الانتقالات الصيفيه، فبالتالي انه هيبقى في تصفيه بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي. اذا استمر الوضع، اذا النادي الاهلي خسر دوري الموسم التالت على التوالي، اذا النادي الاهلي خسر دوري الابطال، فبالتالي هيبقى في تصفيه كبيره جدا. ولكن انه ممكن القرارات دي تستعجل بانه خساره النادي الاهلي النهارده، لا الجمهور هيستحمل ولا الاداره هتقدر تستحمل يعني غضب الجمهور، فبالتالي كان هيبقى في قرارات سريعه جدا، منها خصومات ماليه كبيره جدا على اللاعبين، منها ايقاف بعض اللاعبين، منها تسريح بعض اللاعبين في يناير. وشفنا الايام اللي فاتت عدد من المفاوضات مع عدد من لعيبه النادي الاهلي ان هم ينتقلوا لبعض الانديه يعني. فما اعتقدش انه الماتش النهارده اذا خسر النادي الاهلي هيمر بسهوله على الجمهور او على الاداره او على اللاعبين او حتى على الجهاز الفني نفسه يعني. طب اخبار الناشئين ايه في النادي الاهلي؟ ليه الاهلي ما يعتمدش على الناشئين؟ ليه بنفكر في انه يتعاقد مع صفقات جديده وهو ممكن يكون عنده ناشئين كويسين؟ هو بالاكيد عنده ناشئين كويسين، ان احنا شفنا السيزون اللي فات اخر 8 ماتشات او اخر 9 ماتشات من الدوري سواريش كان بيعتمد على الناشئين، النادي الاهلي ادى راحه لكل اللاعبين الكبار وكان بيعتمد على الناشئين، ولكن فوجئنا بعد التعاقد مع مارسيل كولر انه الناشئين مش موجودين. لا انت طلعتهم اعارات للانديه استفدت بيهم، ولا انت خليتهم متواجدين مع الفريق الاول استفدت بيهم بالعناصر المميزه، في قرار غريب جدا يعني. احنا شفنا انه لما حصل الازمه السيزون اللي فات تم ادي راحه لكل اللاعبين الاساسيين، انه اللاعبين مضغوطين ولهم 3 سنين يعني باللعب متواصل وبتاع، فبالتالي راحه للاعبين وهنلعب باللاعبين الناشئين وهنستخدم اللاعبين الناشئين في الفترات القادمه. ولكن بنهايه السيزون مع قدوم مارسيل كولر ما شفناش حد من اللاعبين الناشئين خالص، حتى ما شفناش حد طلع اعارات لفرق في الدوري الممتاز ان احنا حتى انت كنادي اهلي تطمئن عليه تشوفه مستواه كويس او لا سنه او سنتين ترجعه، ما شفناش ده. لسه بنبدا نتكلم حاليا انه في انتقالات يناير انه ممكن نشوف بعض اللاعبين زياد طارق او غيره ان هم ينتقلوا الى سموحه او عدد من الانديه، لكن ده كان قرار غريب جدا انك انت تبدا الموسم بتتكلم في 10 جولات عدوا من الدوري الممتاز ولا حد من اللاعبين الناشئين موجود مع النادي الاهلي، فحاجه غريبه. هل قطاع الناشئين بتاعك ده هل في موجوده لعيبه كويسه؟ موجوده لعيبه كويسه اللي احنا شفناهم السيزون اللي فات. كمان انت عملت لقطه انك انت اشتريت 7 أو 8 لاعبين من وادي دجله من قطاع الناشئين، فبالتالي ده كان علامه استفهام يعني قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي يعتقد انه طول الوقت انه لا بيفرز لاعبين كبار جدا وبينضموا للمنتخبات الوطنيه وبيعملوا شغل كويس جدا، فبالتالي انك انت توصل لمرحله ان قطاع الناشئين بتاعك ما عندوش لاعبين وبتشتري لعيبه من وادي دجله، فاعتقد ان دي علامه استفهام فين قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي. ده سؤال انه مسؤولين قطاع الناشئين هم اللي يطلعوا يردوا عن القصه، النادي الاهلي طلع كام ناشئ يلعب يبقى موجود مع الفريق الاول يستفيد منه الفريق الاول، النادي الاهلي طلع كام ناشئ يبقى موجودين حتى في انديه الدوري الممتاز، طلع كام ناشئ يحترف بره مصر. ده سؤال مهم جدا، انت صرفت كام وطلعت كام لاعب، بدل ما انا دلوقتي بتكلم ان انا اتعاقد مع لاعب تونسي عنده 19 سنه بمليون و300 الف دولار، رقم صعب جدا. وانا عندي قطاع ناشئين يعني وعندي ابن النادي وعندي دوافع وعمره ما هيوصل للرقم ده يعني بتتكلم حاليا انه لاعب عنده 19 سنه ليس لاعب دولي ولا لاعب منتخبات ولا بتاع، متالق مع فريقه، ولكن انت ما تضمنش ايه اللي يحصل معاه بعد كده يعني. بمليون و300 الف دولار وانا عندي قطاع ناشئين اقدر اطلع منه 5 أو 6 لاعبين، وشفنا ده في السيزون اللي فات. نقطه مهمه جدا حقيقي. طيب توقعاتك للمباريات ايه؟ مباريات الزمالك واسوان والاهلي وبيراميدز. يعني اعتقد ان الزمالك هيكسب اسوان ممكن 2-0 او 2-1. ماتش الاهلي وبيراميدز هو صعب شويه، بيراميدز فنيا اعلى من النادي الاهلي، ولكن اعتقد انه الضغط الجماهيري النهارده دوافع الاهلي مش دوافع اللاعبين، الضغط الجماهيري
اللي هيعمله على اللاعبين بيراميدز هيبقى ليه تاثير في النتيجه. فاعتقد ان النادي الاهلي هيكسب بيراميدز لانه الرغبه والاصرار والطموح عند بيراميدز مش زي عند لعيبه النادي الاهلي. أكيد. فاعتقد ان بنتكلم في 2-0 للاهلي مثلا ان شاء الله. على كل حال احنا بنتمنى التوفيق لقطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، واكيد بنتمنى التوفيق لاسوان وبيراميدز كمان. كل الشكر ليك الناقد الرياضي محمد المهدي على وجودك معنا وعلى قراءتك الوافيه. ان شاء الله النهارده نحتفل بايا كان النتيجه ايه للفرق المصريه والكره المصريه والدوري المصري.